شعب فلسطين الأبي الذي ذاق التهجير والتنكيل والترحيل في عمر احتلال صهيوني واجهته الأجيال المتعاقبة، لا يزال هذا الشعب يحمل غصن الزيتون بيمينه وتراب أرضه بشماله. وبين هذين جهاد إنساني آخر بعنوان الصمود يخوضه الهلال الأحمر الفلسطيني، عمق إنساني إغاثي بوزن استراتيجي في كفاح القضية الفلسطينية. مشاهدين، عديد الأسئلة سنطرحها في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا برئيس الهلال الأحمر الفلسطيني السيد يونس الخطيب. سيدي المحترم، أهلا بك. شكرا لاستضافتكم. الله يبارك فيك. تحلون اليوم في الجزائر بلدكم الثاني، حيث القضية الفلسطينية هي أم القضايا في قلب الجزائريين شعبا وحكومة. كيف لكم أن تصفوا مستوى التعاون الذي يجمع الهلال الأحمر الجزائري بالهلال الأحمر الفلسطيني؟ بداية خليني أشكر قناتكم الأبية لاستضافتهم. هذا واجب. وأوجه التحية لها ولمشاهدينها الكرام في كل مكان. أنا سعيد أن أكون اليوم في الجزائر وفي هذا اللقاء من الجزائر لكي نعبر عن التضامن الجزائري الفلسطيني، مش التضامن فقط، الأخوة وهذه العلاقة التاريخية. حنقول على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعب، ولكن أيضا بالنسبة لنا على مستوى جمعيتي الهلال الأحمر الجزائري والهلال الفلسطيني. هذا التاريخ يمتد لسنين طويلة. إذا أردنا أن نتحدث عن التاريخ فهو مع بداية تأسيس جمعية الهلال الأحمر، كنا تعلمنا هذا التأسيس من جمعية الهلال الأحمر الجزائري بأن نكون ضمن حاضنة الثورة، كما كان الهلال الأحمر الجزائري لكل الجزائريين مجاهدين ومدنيين. حاولنا أن تكون جمعية الهلال أيضا جمعية الكل الفلسطيني، للعسكريين الفدائيين الفلسطينيين وللمدنيين الفلسطينيين. وبالتالي كل ما قدمه الهلال الأحمر الجزائري لفلسطين وهو كثير على مدى سنوات طويلة، حاولنا أن نتوجه في هذه الزيارة بمذكرة تفاهم لكي نؤسس هذه العلاقة وتكون فاعلة أكثر في العمل الإقليمي والعمل الدولي. سيدي الفاضل، كيف تقدرون الوضع الإنساني بالأراضي الفلسطينية؟ يعني كيف هو اليوم حال الوضع الإنساني في فلسطين؟ أستطيع أن أؤكد بلا مغاربة أن الوضع الإنساني في فلسطين يسير إلى الأسوأ. الوضع الإنساني للفلسطينيين بشكل عام، إذا ذكرنا أخواتنا الفلسطينيين موجودين في المخيمات اللجوء الفلسطيني في الخارج، إن كان في سوريا أو في لبنان، فمجموع الشعب الفلسطيني يواجه ظروف صعبة، إن كانت ظروف الاحتلال ووجودنا تحت الاحتلال الإسرائيلي وما يخلق من انتهاكات وممارسات يومية بحق الشعب الفلسطيني، أو ما نواجهه أيضا مع إخوتنا العرب إن كان في سوريا أو في لبنان أو في العراق، من مآسي بتمر فيها أمتنا العربية. وبالتالي هناك معاناة مزدوجة لشعبنا في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين. في داخل فلسطين بالتأكيد إجراءات الاحتلال الكل أصبح يعرف عنها. إجراءات الاحتلال الخاصة بالفصل، جدار الفصل مثلا في الضفة الغربية، للإجراءات اللي بتتم في القدس الغربية ومحاولة تهويدها، ونسمع يوميا عن هدم البيوت في القدس الشرقية، عن اعتقالات بتتم لأبناء شعبنا الفلسطيني. في قطاع غزة، هذا السجن الكبير، هذا السجن اللا إنساني الذي خلقه الاحتلال لأبناء الشعب الفلسطيني، اللي حتى على المستوى الإنساني والطبي البسيط نحن ننتظر أجهزة طبية على الحدود بقالها أشهر طويلة وقد تفوق السنة وسنتين، زي مولد أكسجين بقاله أكثر من سنة نحاول أن ندخله إلى قطاع غزة لتوفير الأكسجين للمرضى الكوفيد 19 ونواجه مشاكل فيه. عذرا على المقاطعة، كيف يعني هي أشكال تدخلاتكم؟ يعني ربما المعاناة تتعدد
وتشتد يوما بعد يوم، لكن أنتم كهلال أحمر فلسطيني ما هي محاور تدخلاتكم أو نجدتكم للفلسطينيين؟ خلينا أقول لنا محاور كثيرة في التدخل، وأيضا هذه المحاور وهذا التدخل لحجم المعاناة يتكامل مع آخرين موجودين على الساحة، وزارة الصحة الفلسطينية، الأونروا، بعض المؤسسات الفلسطينية العاملة على الأرض. الهلال الأحمر الفلسطيني منذ نشأته تولى مسؤولية الإسعاف والطوارئ في فلسطين، معنا سيارات الإسعاف والخدمة الطبية ما قبل المستشفى. فجمعية الهلال تتولى هذه الخدمة في فلسطين، في القدس وفي الضفة وفي غزة، وأيضا هناك العديد من المستشفيات لجمعية الهلال تحاول أن تقدم هذه الخدمة لأبناء شعبنا بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وبعض المؤسسات الفلسطينية الأخرى. بالتأكيد هناك تدخلات مثلا حسب الظروف وما نمر فيه، اجانا كوفيد 19 اضاف علينا عبء جديد، ولكن ايضا ممارسات الاحتلال الاسرائيلي تعيق الكثير من هذا العمل. على ذكر ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، يعني هنالك اكيد اول من يتضرر ومن يعاني في شبكتكم هي سيارة الاسعاف، يعني هل كان تسرد لنا معاناة سيارة الاسعاف لايصال لربما من يكون هم ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليومية؟ لا، هذا سؤال صعب ومؤلم، لانه نحن فقدنا شهداء وفقدنا في صفوفكم جرحى جراء هذه الممارسات. لم يكن الموضوع سهل. جمعية الهلال على مدى سنوات عملها فقدت أكثر من 200 شهيد عامل في المجال الطبي والإنساني، ولكن كمثل أيضا في خلال الانتفاضة الثانية بعد 2000 لل 2005 فقدنا كجمعية هلال في هذه الانتفاضة 24 كادر طبي ومتطوع عملوا في الميدان، وكانت برصاصات تستهدف سيارات الإسعاف. العديد من سيارات الإسعاف للهلال الأحمر خرجت من الخدمة. هناك حالات مثلا أثناء حرب 2014 في غزة والهجوم على غزة كان استهداف مباشر لسيارات الإسعاف، بالعكس كان هناك نوع من إيصال السيارة. نحن ننسق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكي ينسقوا مع جيش الاحتلال أن سيارة الإسعاف ستذهب لإنقاذ الجريح، فيسيرون معنا خطوة بخطوة. عندما أوصلونا للهدف المكان اللي قصدوه وهم على التوكي ووكي، تم استهداف السيارة واستشهاد عنصرين من عناصر جمعية الهلال. يعني الاحتلال الصهيوني يمارس إجرامه على مرأى أعين العالم وحتى بتدخلات المنظمة الدولية. صحيح. يعني هذه الحيثية أو هذا التفصيل الذي تذكرونه هو واقعي ليومياتكم، يعني يدعونا للحديث أو طرح السؤال عن فحوى اتفاقية جنيف يعني الدولية. يعني القانون الدولي يجرم من يعتدي على سيارات الإسعاف، يعني أين محل يعني المجتمع الدولي من كل هذا؟ حقيقة المجتمع الدولي بما يتعلق باتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني وأيضا قرارات الأمم المتحدة يتعامل بمعايير مزدوجة. للأسف هذا الاحتلال الوحيد الذي يمارس جرائم ضد الإنسانية بوضح النهار ولا تؤخذ بحقه أي إجراءات. نذكر بالأمس تم استهداف طفل فلسطيني، الطفل محمد شحادي عمره 14 سنة فقط لأنه كان ماشي في مسيرة سلمية فاستهدف وقتل. هذا الشهيد الطفل استهدف اغتيل بممارسة تعتبر ترقى إلى جريمة حرب، ونحن متأكدون أنه الاحتلال أنه المجتمع الدولي
لن يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص. نحن نأمل أنه محكمة الجنايات الدولية بما أنه فلسطين بدأت تقدم ملفات في هذا المجال أنه تكون مدخل باتجاه أخذ إجراءات بحق مجرمي الحرب. الموقف العربي أو الدعم العربي بالنسبة لكم كهلال أحمر الفلسطيني في إطار التنسيق أكيد العربي ككل، كيف أنتم ترونه؟ هل الدعم الإنساني كافي اليوم أم هو في تراجع بنظر للوضع العام؟ الدعم الإنساني، خليني أتكلم بشكل عام، نعم، لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لا في تصاعد، وهناك ثقة كبيرة وخصوصا على مستوى المجتمعات المدنية والشعوب. يعني احنا سيارتين الإسعاف اللي استلمناهم بالأمس من الهلال الأحمر الجزائري والمولدات الكهرباء كانت بحملة شعبية، كل ما جمع أموال من الشعب الجزائري، لم تكن رسمية. فهذا إذا بيدل على شيء بيدل على شفافية الهلال الجزائري وأيضا على ثقة الناس بهذه المؤسسة اللي اسمها الهلال الأحمر إن كان جزائري أو الفلسطيني. إحنا واجهنا كثير خصوصا مع حملة الشيخ جراح في القدس والاجتياح أو الاستهداف قطاع غزة في شهر ماي السنة الماضية، وأيضا في الضفة الغربية كان هناك حقيقة بالدول هجوم من الناس في كل مكان في العالم لدعم جمعية الهلال ودعم نشاطاتها الإنسانية. خلينا أتكلم على الدعم العربي بالتحديد، ولن أكون مجاملا هنا. الدعم العربي يمكن قل مقارنة بالدعم، وإذا ما قلش دائما كان نسبته قليلة بالنسبة للدعم الخارجي، ولكن هناك دعم يأتينا من العديد من الدول العربية. الدول العربية أو المنظومة العربية، خلينا أقول أنا على مستوى شخصي، لا، القضية مش قضية الدعم المادي، ما أهم من الدعم المادي، وهذا قد نتحدث عنه في مذكرة التفاهم اللي وقعناها، الدعم المعنوي والدعم خلينا أقول السياسي في بعض المواقف الإقليمية والدولية. بمناسبة زيارتكم للجزائر، اتفاقية إطار تم توقيعها جمعت بينكم وبين الهلال الأحمر الجزائري، يعني ما مضمون هذه الاتفاقية، محاورها وما جدواها على المستوى الميداني في مهامكم؟ يعني زي ما ذكرت في البداية، العلاقة تاريخية مع الهلال الأحمر، ولا تكون هناك أوراق تعبر عن هذه العلاقة وعن عمقها ومداها والخبرات التي نكتسبها من بعض، ولكن أصبح في قناعة في الجمعيتين أن نعمل على منهجة هذه العلاقة بحيث أن يكون هناك مردود أفضل من خلال آليات نستحدثها للعمل، ونحقق نتائج أكثر إيجابية ونتائج عملية لهذه العلاقة. الاتفاقية بالتأكيد بترسم هذه العلاقة التاريخية ودور المؤسستين إن كان في الجزائر أو في فلسطين، وكلاهما مؤسسة وطنية تعنى بالعمل الإنساني. ولكن قلنا أولا بدنا أن نعزز ما ذكرته في البداية، صمود الشعب الفلسطيني وبالتالي صمود جمعية الهلال، وهي بالنسبة لنا في هذه المرحلة، مرحلة الزمن الرديء خلينا أقول، مطلوب تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال العمل الإنساني نمبر ون. فكان هناك بند أساسي لتطوير مشاريع مشتركة بين الهلالين لدعم صمود الشعب الفلسطيني. هل هذا يندرج في إطار استراتيجية كنتم قد أعلنتموها في موقعكم الخاص، أنكم تحملون رؤية جديدة متجددة في الهلال الأحمر الفلسطيني؟ بالتأكيد هي ضمن رؤية جديدة، وخصوصا أن هذه الرؤية ومذكورة أيضا في مذكرة التفاهم تحدد طريقة للتنسيق العربي
وكيف ننمي ونعظم العلاقات العربية بين جمعيات الهلال الأحمر العربي وأيضا الدولي ضمن الحركة الدولية أن نكون أكثر فاعلين من خلال تنسيق تحركاتنا إن كان بداية كهلال جزائري وهلال فلسطيني أو كمجموعة عربية. الهلال الأحمر الفلسطيني كل 4 سنين عنده مؤتمره العام، هيئته العامة اللي بتنتخب قيادته، وأيضا بتضع استراتيجية لـ4 سنوات القادمة. طيب فيما يتعلق بالمواقف الدولية أو الجهود الدولية، جهود الأونر والإغاثية على أرض فلسطين هل هي كافية لدعم جهودكم؟ بالتأكيد حجم المشاكل الإنسانية بشكل عام وغير الإنسانية ما له علاقة، وهي إنسانية، ما له علاقة بالتعليم، ما له علاقة بحرية الحركة، بالعمل، بكل هذه الحقوق الأساسية، ما له علاقة بكرامة الإنسان. لم تكن الأونروا وهي في عز الدعم الدولي لها مع جهودنا كلنا، وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر والمؤسسات، قادرة أن توفي بسبب وجود الاحتلال الذي يضبط الإيقاع في كل جوانب حياة الشعب الفلسطيني بما فيها الاقتصاد الفلسطيني، مش هتقدر توفر للشعب الفلسطيني كافة احتياجاته، بالرغم من أنه القانون الدولي يحمل دولة الاحتلال مسؤولية لكل هذه، توفير كافة احتياجات الشعب المحتل، وهي مسؤوليته قانونا. للأسف هذا كمان جانب، المجتمع الدولي لا يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على عدم توفير كل هذه الاحتياجات لشعبنا. سيدي الفاضل السيد يونس الخطيب رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، يعني من المرتقب انعقاد القمة العربية بالجزائر، يعني والقضية الفلسطينية ستكون في جوهر جدول أعمالها، يعني ما هي انتظاراتكم أنتم كهيئة إنسانية فلسطينية؟ ماذا تنتظرون من مخرجات هذه القمة لتصب في جهودكم الإنسانية؟ بالتأكيد يعني كل الأمم العربية تنظر للقمة العربية، اجتماع رؤساء وملوك الأمة العربية، أن تحقق جزء من أماني وتخفف جزء من المعاناة اللي بتواجهها مختلف الشعوب العربية. للأسف هناك معاناة كبيرة. نحن في إطار الهلال الأحمر العربي نصبو لأن يكون العمل الإنساني بالفعل بند على جدول أعمال هذه القمة، وتحدثنا نحن الهلال الأحمر الجزائري بهذا المجال، كيف نستطيع أنه نعظم دور العمل الإنساني من خلال طرحه في اجتماعات القمة، وسنعمل خلال الأيام القادمة، وهي مبادرة من الهلال الجزائري، خاصة أن القمة القادمة ستعقد في الجزائر، أن نستفيد من وجودها في الجزائر، بأن ونحن عندنا كمان الشهر القادم في نهاية الشهر 3 مارس اجتماع للمجموعة العربية كلها في الرياض، أن يكون لنا ورقة عمل أو أن يكون لنا توجه ما اتجاه العمل الإنساني من خلال القمة العربية، أن تكون احتياجات شعوبنا معاناتهم في الكثير من بلداننا. حقيقة كنا زمان من 15 سنة لما نجتمع كمجموعة عربية في قضية إنسانية واحدة على جدول أعمالنا هي فلسطين، ثم زادت الصومال، والآن نتحدث عن اليمن، ونتحدث عن سوريا، ونتحدث عن لبنان، ونتحدث عن العراق. نأمل أن تكون قمة جامعة وموحدة بإذن الله، إن شاء الله، وهو ما تصب إليه الجزائر في إطار مواقفها الثابتة من كل قضايا الإنسانية وحتى التي تحرص فيها على وحدة الوطن العربي. أنا متأكد أنه في الجزائر ستحقق هذه القمة شيء، مش بس القمة العربية بحكم وجودها في الجزائر، بل أيضا مبادرة الجزائر، مبادرة سيادة الرئيس عبد المجيد تبون بدعوة الفصائل الفلسطينية لتحقيق
وحدة شاملة فلسطينية تدعم هذا التوجه الفلسطيني نحو التحرر بإذن الواحد الأحد. على كل سيدي في آخر سؤال لكم خلال هذا اللقاء الحصري الذي خصيتموها للتلفزيون الجزائري، رسالة ختامية في هذا اللقاء. رسالة ختامية، أنا سعيد أنني أكون في الجزائر هذا البلد المعطاء، وتوجه بالشكر للجزائر قيادة وشعبا وجمعية هلال، وتأتي هذه الزيارة وتوقيع هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم في عقب زيارة سيادة الرئيس محمود عباس للجزائر. فنحن نرى كشعب فلسطين وكمؤسسات وطنية فلسطينية أن زيارة الرؤساء واجتماع الرؤساء شيء مهم، ولكن دورنا كمجتمع ومؤسسات أن نصل بالشعبين أيضا لتعظيم هذه العلاقة إلى ما هو أفضل لنا ولكم. برجع بأكد شكرنا العميق لجمعية الهلال الجزائري حقيقة، لأن المبادرة كانت من عندهم ودورهم كان مهم جدا، وهو يلعب الآن دور إقليمي ودولي مهم بالنسبة لنا. سيد يونس الخطيب، أنتم رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، نشكركم على هذا اللقاء الثري والحصري. مشاهدينا أنتم كذلك نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم في رعاية الله.